فقرة خاصة بالجمال وهالمرة تحديدا للشعر. كلنا بنعرف انه بنقدم منتجات للعناية بالشعر، ولكن منتجنا لليوم غير شكل. عم نحكي على هيرا، واللي هو عبارة عن عطر خاص للشعر، من خلاله بنقدر نعطي حماية لشعرنا وايضا عطر كتير حلو. رقم المنتج هو 4-3-2-6-8-0. الحلو اليوم مقدمينه مو بس هيرا كعطر للشعر، وايضا مقدمين اليوم ست كامل. هالست هو اللي جنبي، واللي هو هيرا هير سيجنتشر ست اللي نحن مقدمينه. لما تطلبوا اليوم رح تحصلوا على هالشنطه اللي كتير حلوه بالجلد الاسود، وايضا رح تحصلوا على العطر اللي هو بسعة 50 ميلي، وأيضا رح تحصلوا على نفس العطر ولكن بسعة أصغر واللي هي 10 ميلي لتسع بأي مكان بتحبوا. مثل ما قلتوا مرة تانية، مثل ما ذكرت سارة مرة تانية، إذا حبيتوا هالمجموعة كلها فرقمها هو 670100، مجموعة كتير حلوة. هلأ رح نتعرف على المكونات المميزة بقلب هيدا العطر. طبعا العطر اللي موجود معنا ريحته بتجنن، يعني نحن أول ما حطيناه على الشعر حسينا قديه يعطي هيك ريحة كتير حلوة للشعر. هو المميز فيه، تفضلي سمعتي. بس قبل تقولي شيء بدي أقول شيء. بدنا نشوف هلأ فيديو لمؤسس الشركة اللي هو جيمس، هو اللي خصنا بها الفيديو المخصص ليحكي لنا أكثر عن تفاصيل العطر ومكوناته. حنشوفه ونرجع لكم سوا. I'm going to share with you the story and how I've brought this product to the Middle East. It all started 3 years ago when I found a gap in the market that I felt there was never a product created for the core window of the day. We first primarily launched in the UK, and since then we've now evolved into 11 countries. Worked with a formulation house and just try and find these key ingredients that would do exactly what I wanted them to do. Protect the hair from UV, so we found the sunflower extracts. What would protect it against pollution and air conditioning, and that was the olive extracts. And then we wanted to try and find something where a woman especially could hold on to the moisture in their hair but without weighing it down, so she could use it, you know, frequently during the day. And so that was glycerin. So we found the right ingredients, so we found the right formulas, and so that took 2.5 years of working with the labs to get that right and the protecting elements right. And fortunately for me, alongside that, my brother-in-law was a fragrance expert for Chanel. So he worked on the bonus of the product, which was the hair perfume side. He worked on creating a very unique fragrance over 2 years that consisted of the family fragrance houses, woody, floral, fruity, oriental and fresh, a blend of all of them into this one bottle. إذن مثل ما شفنا عطر هيرا هو مو بس عطر، هو ترطيب وحماية وعطر بنفس الوقت لشعرنا. هيدا كله بفضل المكونات اللي موجودة. أول شيء عنا نحن زيت عباد الشمس، واللي هي هيدي الوردة اللي موجودة معنا أو هيدي النبتة اللي بنستخلص منها هيدا الزيت اللي بيساعدنا لحتى يعطي حماية للشعر وحماية من أشعة الشمس، وأيضا حماية للشعر حتى لو كان الشعر مصبوغ. بنعرف أنه بيكون تالف أو متعب أكثر من الشعر الطبيعي، هيرا كمان بتأمن هيدي الحماية. إلى جانب هيدا الشيء في مكونات كتير عديدة مثل ما عم نشوف نحن قدامنا. عنا زهرة الياسمين عنا زهرة الياسمين اللي موجودة قدام الشباب، بلشوا من هون مش مشكلة. عنا هون زهرة الليلك، عنا كمان المسك، وبعدين عنا كمان هون الورد الجوري، عنا خشب الصندل، عنا زهرة الياسمين، وايضا عندنا هون بالنص زيت الزيتون اللي بنعرف انه هو مضاد للاكسده وبيحمي الشعر، خاصه اذا كان الشعر هيك ضد العوامل البيئيه اللي بتتعرض لها الشعر. وايضا عندنا كمان الفانيليا اللي هي بتعطي هيك كلياتهم هالمكونات لما نمزجهم ببعضهم بيعطوا انتعاش كثير حلو للشعر، لانه عاده دائما في بيكون عطور للجسم بس ما بنلاقي عطر مخصص ليتغلغل بقلب شعرنا. ايضا اللي حلو فيه، نحن حكينا عن الحمايه حكيت لنا سارة، هلا انا بدي احكي عن الترطيب. الحلو بالترطيب الموجود فيه لهيرا انه هو بيدخل بقلبه الجليسرين. طبعا نحن لما عم نقول جليسرين هو بيعطي ترطيب للجسم، ولكن جاي مع المي مخفف شوي. هذا الشيء ما بيخلي يكون في طبقه دهنيه على الشعر او يخلي الشعر يزيت، لا بكل سهوله بيمتص الشعر وبتضل عنا الريحه طول الوقت هيك مليانه بشعرنا. عم نشوف كمان، تطلع على نيلما كيف هي مع الشعر
شنطة أيضا بنقدر نطلع فيها بسهرة مثل لابستا نيلما، أيضا فيها تحط العطر تحطه على شعرها تستمتعي فيه وتعيشي هيك تدللي يعني شعرك لأبعد درجة. ما في سيدة أول ما بتطلع مثل ما ذكرت سماح ما منحب نحنا نمسك ونعمل العطر تاعنا ونرش بالعادة، يعني نحنا كيف منرش العطر على أجسامنا ومنرجع منرشه على شعرنا، هيدا العطر الطبيعي، ولكن هيدا العطر في بقلبه مكونات وأيضا في بقلبه كتير من الأشياء اللي بتكون كتير مؤذية للشعر، بينما هيرا هو عطر خاص للشعر، كل المكونات اللي موجودة هي مكونات مدروسة لحتى تعطينا الحماية للشعر، الترطيب للشعر اللي نحنا بدنا إياه، وأيضا الترطيب سواء كان للشعر الطبيعي أو الشعر المصبوغ. وما ننسى النقطة الكتير مهمة إنه عنا زيت الزيتون، بالعادة زمان كانوا دايما يقولونا حطوا زيت زيتون على شعركم ليعطي اللمعة الكتير حلوة، ليعطي الترطيب اللي نحنا بدنا إياه، ولكن هون المكونات اللي نحنا عم ناخدها مدروسة بدقة قديه كل يعني كل نبتة هني أخدين منها العطر لحتى يعطينا العطر اللي بدنا إياه وكمان الحماية للشعر. يعني على فكرة بتضاين سماح، بتضاين كتير حلو مثل ما ذكرنا مرة تانية إنه هي مثل ما شايفين جنبك جاية ب 50 ميلي وأيضا ب 10 ميلي، بنقدر نحطه بالشنطة السوداء اللي جاية معنا، شنطة الجلد اللي عم نشوفها على نيلما، كمان فينا نحطها بالشنطة وفينا نحطها حتى لو عنا شنطة حجمها أصغر فينا نحطها. عم نشوف نيلما طلتها كتير كتير حلوة، بتقدر تستخدم هالشنطة الجلدية السوداء، شايفينها لابسة على فستان أسود، فيها تغير طلتها، فيها تكون على طلة سبور، يعني مجموعة هير اللي قدمتها اليوم واللي هي سيجنتشر سيت، يعني مجموعة أكثر من رائعة ومتكاملة. أيضا الحلو إذا عم نشوف العلبة نفسها شكلها كتير حلو، واهم نقطه فيها انه الزجاج اللي موجود فيها هو غير قابل للكسر، يعني كم وحده فينا حطت عن جد العطر تاعها بقلب الشنطه بمجرد ما توقع الشنطه بيروح العطر، ولكن هون عندنا الزجاج اللي موجوده هي غير قابله للخدش، وكمان حتى الطباعه اللي موجوده هون مش لزقه يعني بتنشال، يعني ليكي لوين واصل اهتمامهم حتى بالباكج تاع العطر. كمان عم نشوف تطلع على نيلما قديش كتير حلوة تكوني معك شنطة اللي بتخصك تطلعي فيها هيك زيارات حلوة وأي سهرة بتحبيها، كمان تحطي العطر على شعرك وتدللي شعرك شوي، مو بس الشامبو أو الماسك أو أي شيء، كمان حلو العطر يكون مخصص لشعرنا ليعطيه مو بس مثل ما ذكرنا عطر، أيضا حماية وترطيب، مكونات كلياتها طبيعية بتعطي ريحة كتير حلوة. عم نشوفها أنا وياك ريحة حلوة، ريحة كتير خفيفة، والأهم من هيدا كله ما عم نأذي شعرنا، عم نتعطر بطريقة كتير مميزة من دون ما نأذي شعرنا بالمرة. مجموعة متكاملة مثل ما أنتوا عم بتشوفوها، عنا العطر بحجم اللي جاي لألكن واللي هو حجم كتير كافي، وعنا عطر تاني بحجم 10 ملي، وعنا كمان هيدي الشنطة كلتش كتير كمان مرتبة. أنا بدي ورجيهم حجمها من جوا قديش حلو، فيها إلى كمان مراية إذا الصبية بتحب تتمرى فيها مثلا اذا كانت باي مكان، والحجم كبير، فيها تحط موبايلها وايضا تحط اي شيء جوا موبايل جزدان بيوسع، ايضا الى هي الايد المخصصه لها فينا نشيلها وفينا نتركها من خلال القفل الموجود جنبي هون، بنقدر نشيله وبنقدر نحطه مثل يعني ما السيده يعني كلتش متكامله كتير متكامل من جوا، شايفينه هيك كتير قماش الستان، اما من برا فهو جلد يعني جوده جدا عاليه، سعره لوحده اذا بدنا نحصل عليه هو اغلى من هالمجموعه كلياتها. مزبوط، لكن لتحصلوا على مجموعتنا لليوم عم نقدم لكم مجموعه متكامله، عطر خاص بالشعر رقم المنتج 670100 مع فرصه الاسبوع بعرض جدا تنافسي، سعر تنافسي لتحصلوا على عطر كتير حلو وحمايه لشعركم، اتصلوا فينا على الأرقام الظاهرة قدامكم على الشاشة الخاصة ببلدكم، وابقوا معنا لحتى تتابعوا بقية فقراتنا. أعجبكم المنتج؟ اضغط على إضافة في السلة.